البداية بالوضع الميداني في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط 13 شهيدا، بينهم زهر هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قصف على منزل بمخيم الشاطئ. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل 18 شهيدا بينهم أطفال وعدد من المصابين إلى المستشفى المعمداني عقب قصف إسرائيلي استهدف مدرستين غربية وشرقية مدينة غزة. وقال المراسل إن غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج ومنزلا في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. كما شملت استهدافات الاحتلال مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ غربي المدينة. وشهدت المناطق الغربية لرفح جنوب القطاع غارات وقصف مدفعي إسرائيل. معنا من مخيم الشاطئ مراسل العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، نبدأ معك من هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزل ومدرستين. أنت هناك، ماذا شهدت بعد هذه المجزرة؟ نعم، في الحقيقة المجزرة في مخيم الشاطئ التي خلفت عددا كبيرا من الشهداء، غالب هؤلاء الشهداء لم يتم اكتشالهم بعد، كانت مجزرة كبيرة وفق الأهالي الذين التقيناهم في المكان، والذين فوجئوا عند ما بعد منتصف الليل بغارة عنيفة أدت إلى تدمير منزل مكون من عدة طبقات تصل إلى 6 طبقات أو 7 كما قالوا. ومع ذلك تحولت عندما وصلنا إلى المكان، عينا ركاما ليس أكثر، وبطبيعة الحال الدمار الواسع والكبير في هذه المنطقة كان هائلا، وعدد الشهداء لا زالوا تحت الأنقاض، وبالتالي الوضع في مخيم الشاطئ كان صعبا للغاية. الأهالي أيضا تحدثوا عن أن العائلة المستهدفة، وهي عائلة شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي وكانت تسكن في المنزل، وبالتالي لم يكونوا يتعاملوا مع أنفسهم باعتبارهم مستهدفين. وفي السياق أيضا المنطقة المحيطة لهذا المنزل تعرضت إلى دمار كبير، وطبعا بطبيعة الحال المنازل في مخيم الشاطئ هي منازل متجاورة ومتلاصقة، ونحن نتحدث عن مخيم اللاجئين من بين أكثر المناطق اكتظاظا في العالم وليس فقط في قطاع غزة، نتحدث عن عدد من المنازل المجاورة التي تضررت بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك أيضا استهداف آخر كان صعبا في داخل مخيم الشاطئ، تحديدا في مدرسة أسماء، حيث كان هناك استهداف لمدرسة إيواء أسماء واستشهد عدد من النازحين في هذه المدرسة. ذلك مدرسة أخرى في حي بين حيي الدرج والتفاح استهدفت واستشهد عدد من أفرادها بطبيعة الحال. الغارات لم تتوقف حتى ساعات الصباح، حيث تم استهداف عدد من المواطنين عند منطقة بالميرة في مدينة غزة، غرب مدينة غزة في محيط مستشفى الشفاء 4. كل هؤلاء الشهداء تقاطر جثامينهم تباعا إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني، والأهالي تباعا يقومون بتشييع الجثامين. المشهد داخل المستشفى الأهلي العربي المعمداني صعب، حيث مشاهد الوداع لأهالي الشهداء وبطبيعة الحال تكون عادة صعبة في مثل هذا التوقيت، تؤدى صلاة الجنازة على هؤلاء الشهداء ثم يتم انتشاء ثم يتم طبعا مواراتهم الثرى. طبعا مستشفى الأهل العربي المعمداني يتعرض إلى ضغط شديد نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة ووصول الإصابات إلى هذا المستشفى، وهو مستشفى صغير لا يستطيع تحمل هذا العبء. الازدحام شديد في أروقة المستشفى، في أقسام الاستقبال وفي العيادات الخارجية وفي أي منطقة من المناطق المحيطة داخل أروقة هذا المستشفى. نعم، يعني أعود وأتأكد منك أن يعني استشهاد زهر هنية هو نتيجة استهداف مباشر لمنزل العائلة ولم تكن من ضمن يعني النازحين في المدارس، ما يشير إلى استهداف عائلة مسؤولين حركة حماس بشكل مباشر، وهي ليست الحادثة الأولى.
لا، نحن نتحدث عن أحداث متفرقة. استهداف منزل هنية جاء في منزلهم، هم يسكنون لهم، لم ينزحوا، في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، واستشهدوا داخل منزلهم. كما قلت، فإن الأهالي الجيران تحدثوا عن أن العائلة كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي داخل منزلهم الذي يسكنونه. كانوا هم على شاطئ البحر، يسكنون مباشرة في مخيم الشاطئ. كانوا تحدثوا عن أنهم الليلة الماضية كانوا معا على شاطئ البحر، يتواجدون مع الحاجة أم غازي، وهي شقيقة، أو عفوا أم ناهض، وهي شقيقة إسماعيل هنية وزوجها وأولادها. وبالتالي المشهد هناك كان لا يوحي بأن هناك استهدافا إسرائيليا ممكنا، أو على الأقل العائلة لم تكن تتعامل مع نفسها على أنها هدف لجيش الاحتلال الإسرائيلي.